قضيتنا لهذا الأسبوع من برنامج تحرير الجريمة تتعلق بالسرقة عن طريق الاستدراج. الضحية هذه المرة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، تعرضت هذه الأخيرة للاعتداء بالسلاح الأبيض وسلب منها مبلغ 22 مليون سنتيم. فماذا وقع بالضبط وكيف جرت الواقعة؟ تابع معنا. لامية شابة في العقد الثاني من العمر،
مانيش عارفه. جاوب المواس هكا السيد اللي نعرفو انا هرب وخلاني قعدت وحدي. من بعد تماك جاو ليا بالمواس ما فهمت والو الاخرين هربوا. جا ليا السيد هذاك اللي كان حيكري لي صوتي راح يكري لي حتى حيضربني بالموز هكا. انا ما نكذبش عليك خفت وتقول له واش كاين على دني لي ما تقتلنيش هكا نتوغ الناس نشوفك شي واحد يجي ليا. من بعد من الخوف هذاك ما تصرحت ما حسيت مانيش فاهمه. تبقى السرقه بكل انواعها تهدد كينونه المجتمع تهدد كينونه الاسره ولهذا وجب على المشرع الجزائري وعلى ومشكورين اكثر كذلك الضبطيه القضائيه او الشرطه مشكورين في محاربه هذه الظاهره التي انتشرت. وبالتالي المشرع الجزائري العقوبه احددها من المواد 350 الى المواد 354 سرقه بسيطه وسرقه مشدده. وهناك احيانا اذا اقترنت بظروف اخرى تحل هذه الجريمه على قسم الجنايات. هذه القضيه مستوحاه من قصه حقيقيه فنحن نقول لكم الوقائع لتعتبروا. نهاية اليوم إلى اللقاء.